السلام عليكم ورحمة الله المشاهدين الأعزاء لفضائية أم درمان في كل مكان، أهلا بكم في خبز المطابع لهذا اليوم تحليلا لأبرز عناوين الصحافة الصادرة صبيحة هذا اليوم وكذلك المواقع الإلكترونية. أسعد أن يكون ضيفي في هذه الحلقة من خبز المطابع الأستاذ الصحفي محي الدين شجر، رئيس تحرير صحيفة نادوس الإلكترونية. مرحبا بك أستاذ محي الدين. أستاذ محي الدين، عدد من الأخبار السياسية أبرزها حديث وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني عن الصحفيين وهجومه على صحفي بعد أن وجه له انتقادات في أداء وزارته، أوجد حالة من الاستنكار والرفض في وسائل التواصل الاجتماعي والمطالبة بإقالته. ما رأيك في هذا التصرف من وزير الصناعة والتجارة؟ طيب، أفتكر أنه وزير الصناعة والتجارة عباس مدني يعني هو في موقع المسؤولية، يعني كان من المفترض أنه يرد على الأسئلة دون أن يعني يصاب بالإحباط أو يصاب بنوع من عدم الرضا. يعني من الطبيعي جدا أنه الصحفي يسأل والمسؤول يرد. يعني أنا استغرب من وزير يرد على صحفي يوصفه ويقول له مثلا انت ذاتك ما صحفي او كلام زي ده. يعني مسألة عجيبة جدا من وزير. الحقيقة انه الوزير مدني يمكن من الاكثر الوزراء الذين تعرضوا للنقد في الفترة الاخيرة، لانه معظم مشاكل البلد هي متعلقة بوزارته، يعني الصناعة، في التجارة، مشاكل الخبز، مشاكل الصادر والوارد، كثير من المشاكل هو مسؤول منه. يعني هو المفروض الوزير يحترف بتقصير ويكون في موقع مسؤولية بدلا من أنه يرد على الصحفي ويتهمه أنه هو ما صحفي. هذا كلام ما مقبول يعني من وزير في عهد السلام والحرية والعدالة. برأيك أبرز إنجازات هذه الوزارة حتى الآن منذ قيام ثورة ديسمبر؟ والله لا أرى أن هنالك إنجازات تم. يعني كل القضايا بتاعت الشعب السوداني متعلقة بالتجارة والصناعة. أعتقد أن حتى مشروع سلعتي أفتكر برضو لم يحقق النجاح المأمول. يعني حتى الناس كان بيتوقع أنه مشروع سلعتي يخفف كثير من الضغط على الأسر السودانية، خاصة في ظل القلاء يعني غير يعني لا يطاق في أسعار السلع هذه الأيام، ولكن مشروع سلعتي لم يرى النور حتى الآن. نعم. وكثير من الأحياء الآن لم تستفيد منه. طالبوا بتكوين جمعيات تعاونية في الأحياء، والجمعيات التعاونية تحتاج إلى رأس مال. يعني ما هو دور الدولة في توفير السلع؟ يعني مشروع سلعة إذا كان يعني الوزارة تريد أن ينجح، كان عليها أن تستورد هي السلع الأساسية اللي بيحتاج لها المواطن السوداني وتطرحه بأسعار كويسة. ولكن لا أرى هنالك أي إنجاز للوزير مدني عباس مدني. نعم، مع احترام الشديد له. يعني نعم، أيضا هنالك ملف آخر شهدت الدولة فيه تقدما كبير، وهو ملف السلام وتوقيع بين الحكومة الانتقالية ووفد الجبهة الثورية. لكن هنالك خطوة حديثة بالنسبة للجبهة الثورية توجهت إلى دولة الإمارات هذه الأيام. برأيك ما هي أهداف هذه الزيارة؟ يا أخي، اتفاق السلام يعني الخطورة فيه وإنه تنفيذه يتوقف على توفير ميزانيات ضخمة جدا لتنفيذه. يعني كل ما اتفق عليه هو متعلق بالمال. يعني أنا أعتقد إنه أي سفر لدولة الإمارات، لأنه الإمارات كان عندها دور في السلام الذي تم في جوبا، وأفتكر إنه السفر ده بيكون عنده علاقة كبيرة بيمكن مشاورتها وتباحث معها في كيفية تنفيذ الاتفاق الذي يحتاج إلى أموال ضخمة جدا جدا. نعم، لو جئنا لدور دولة الإمارات في شأن السوداني منذ قيام ثورة ديسمبر المجيدة، كيف تقيم العلاقة بين البلدين حتى الآن؟ يمكن دولة الإمارات يعني في البداية بعد ما استولى المجلس العسكري على السلطة، يعني قبل الاتفاق مع الحرية والتغيير، كانت تأثيرها كان واضح جدا، وكان التزمت هي والمملكة العربية السعودية على دفع 3 مليارات دولار. نعم. للمجلس العسكري. ولكن بعد ذلك بعض الاتفاق الذي تم ودخول المدنيين في السلطة وفي الحكم، يمكن اقتصر دعم الدولتين على 500 مليون دولار فقط.
وكان يمكن بقية المبلغ زي قفلوا البلف كده. نعم. يعني زي قفلوا البلف. واقتصر الدعم بعد ذلك على مساعدات لكورونا، مساعدات في السيول والأمطار، ومساعدات يمكن بعض الوقود وبعض الدعم. يمكن إحجام السعودية والأمارات الاثنين معا عن الالتزام بثلاثة مليار دولار كان عنده أثر كبير جدا في الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيش فيها السودان الآن، لأنه يمكن النظام البائد لم يترك شيء للحكومة الجديدة، كانت تحتاج إلى أموال وعلى وجه السرعة. يمكن ظلوا يتفرجون على الحكومة الانتقالية ومع الدعم الشحيح جدا جدا. نعم. هذا في تقدير يعني. نعم. أيضا هنالك بالنسبة للملف الإماراتي عدد من الصحف الإلكترونية والمواقع والصحف الورقية أيضا وصفت الإمارات بأنها عرابة التطبيع في المنطقة العربية. برأيك ما مدى تأثير هذه الخطوة على التطبيع بين السودان ودولة إسرائيل والعلاقات الإماراتية الإسرائيلية الأمريكية؟ والله يا أخي من مصلحة السودان، أنه أنا في تقدير الشخصي يعني أنه يطبع مع إسرائيل بغض النظر عن رأي دولة الإمارات أو غيرها، يعني من مصلحة الحكومة السودانية لا تتدخل في شأن الدول الأخرى، عليها أن تخطط يعني بإرادتها ما تراه مناسبا في علاقاتها الدولية. أنا لا أعتقد أنه يمكن أن نسيء لدولة الأمارات، أمارات عندها يعني سياسة الخارجية التي تراها صائبة، ونحن كدولة أيضا ينبغي أن نختار سياستنا الخارجية وفق ما نراه صائبة. هل اتخذنا هذه الأشياء؟ نعم نعم. يمكن الحكومة السودانية يعني خطط خطوات جادة جدا في مسألة التطبيع مع إسرائيل، وأعتقد أن الأمور ستمضي إلى نحو التطبيع بإذن الله تعالى. هذا في تقدير أيضا. نعم. برأيك ما هي الفوائد التي قد يجنيها التطبيع على السودان؟ يعني أنا يمكن إذا كان ما هي المضار التي أو التي سيجنيها السودان من عدم التطبيق، يعني نفس السؤال يمكن أن يسأل. يعني افتكر انه كون العلاقه تكون طبيعيه مع 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 كل دول العالم، انا افتكر انه مساله جيده. يعني لماذا نعادي دول العالم؟ نحن في محيط دولي يتاثر بصوره كبيره جدا بالمحيط الدولي ذا، ومن الافضل للسودان تكون علاقاته الدوليه متوازنه وطبيعيه مع كل الدول. نعم. أيضا إلى ملف آخر نأتي إليه، هو الانتخابات الأمريكية والسيناريو الذي دار فيها الصراع الشرس جدا ما بين دونالد ترامب وجو بايدن، وأخيرا استطاع جو بايدن أن يفوز بالسلطة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن، رغم ترامب عدم اعترافه بنتيجة الانتخابات وأنه صرح سيلجأ إلى القضاء وغيره. لكن نأتي إلى نقطة حساسة جدا، وهي تأثير فوز جو بايدن على العلاقات أو على ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. والله يمكن الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسات يعني، وأنا أعتقد أنه جو بايدن سيمضي في نفس الاتجاه هذا. إذا لم أتوقع أنه رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يتم قبل ما هو يستلم بصورة رسمية حسب ما يتوقع المحللون، وبعد ذلك يمكن بايدن تصريحاته يعني قبل الانتخابات وبعدها كانت إيجابية جدا نحو السودان، ويمكن التقى بالجالية السودانية في الولايات المتحدة الأمريكية، واعتقد أنه الأمور ستكون أفضل، علاقة السودان في عهده ستكون أفضل مع أمريكا، ونتوقع يعني رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قبل استلامه للسلطة أو حينما يستلم، يعني كل الأمور متوقعة، لكن أعتقد أن الأمور ستمضي إلى الأفضل. نعم. برأيك أيهما أفضل للسودان؟ ترامب الذي اتخذ خطوات لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وجو بايدن الذي وصف أن ترامب هو يستنزف الشعوب الفقيرة بأنه طلب مبلغ من السودان حتى يرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟ والله أنا في تقديري يعني الأفضل هو الذي يعني يتعامل مع السودان بحسن نية، هو الأفضل. يعني لا نستطيع أن نقول إنه ترامب هو الأفضل أو جو هو الأفضل. نعم. لكن الأفضل هو الذي يعني يحقق للسودان
ما يرنو اليه من علاقته مع الولايات المتحده الامريكيه. ويمكن مطلب الحكومه الانتقاليه الاساسي كان هو السعي لرفع اسم السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب. افتكر ترامب يعني برضو يعني حقق للحكومه الانتقاليه هدفها ده، بالرغم انه جاء بعد ضغط شديد على الحكومه. وفعلا هو يعني انا استغرب انه هو يعلم انه الحكومه السودانيه تعاني من ضوائق ماليه، وبالرغم من ذلك طالب باموال عشان يطوي الملف. ولكن اعتقد انه حتى ما يعني الاجراءات التي اتخذها ترامب هي اجراءات طبيعيه في ظل الشروط التي كانت وضعتها امريكا منذ وقت مبكر لرفع اسم السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب. هي اشتراطات وضعت مسبقا والسودان التزم بها، وايضا ترامب التزم، والمساله مساله وقت. اعتقد انه الكونغرس حينما يعني ينظر لهذه القضيه سيرفع اسم السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب. نعم، ولكن الا تعتقد ان حسن النيه الذي ذكرته في مسار حديثك هو لا يحرك السياسه الامريكيه؟ هي سياسه مبنيه على المصالح للولايات المتحده الامريكيه اولا واخيرا. نعم، امريكا وضعت شروط والحكومه الانتقاليه التزمت بالشروط. يعني افتكر انه المساله واضحه. يعني انت وضعت شروط لرفع اسم السودان من قائمه الارهاب، الحكومه التزمت بها يمكن جميعها بما فيها التعويضات. نعم. ايضا ناتي الى موقف الحزب الشيوعي الذي اعلن انسحابه من الحاضنه السياسيه قوى الحريه والتغيير، واعلن انه سيكون او سيشكل تحالف سياسي جديد. كيف تقرا هذه الخطوه؟ والله يعني يمكن خروج الحزب الشيوعي من الحريه والتغيير انا اعتقد انه لم يكن في وقته، لانه اضعاف الحريه والتغيير في هذا الوقت يعني غير مطلوب لاستقرار البلد. يعني افتكر انه الحزب الشيوعي، ولكن الحزب الشيوعي دائما هو يتخذ قرارات قريبه جدا. افتكر انه كثير من منسوبي الحزب الشيوعي الان هم في الحكومه الانتقاليه، هنالك وزراء، هنالك مستشارون لحمدوك، هنالك وكلاء كثر جدا. يعني هل السؤال هو هل سيسحب الحزب الشيوعي اعضائه من الحكومه أم سينسحب من الحرية والتغيير ويظل أعضاؤه مستمرون في الحكومة الانتقالية؟ هنالك فرق. نعم. أيضا إلى ملف آخر هو يهم المواطن السوداني، أوردته عدد من الصحف المحلية صادرة صبيحة هذا اليوم، هو ملف المواصلات والخلافات ما بين الحكومة وغرفة النقل العام بالاتفاق حول تعرفة المواصلات. برأيك ما هو الإجراء الذي يمكن أن تتخذه الحكومة الآن لحل هذه المعضلة؟ مواصلات هي مشكلة كبيرة جدا. نعم. يعني يمكن أعيت كل الحكومات السابقة بما فيها حكومة النظام البائد، والمواصلات أنا أعتقد أنه حلها صعب جدا، حلها صعب. يعني يمكن للحكومة أن تحدد أسعار المواصلات بالنسبة للمواصلات الحكومية، المواصلات العامة تبع ولاية الخرطوم، ولكن المواصلات الأخرى من الصعب جدا أن تستطيع أن تحلها. ولكن إلا إذا اتبعت وسائل كثيرة جدا، ولا أظن أنها تستطيع أنها تحلها. يعني مواصلات، إزبيرات، وقود تجاري، عدم رغبة للمواصلات، فوضى، أسعار زايدة، يعني عربات غير مرخصة لنقل الركاب تعمل في ظل صمت الحكومة. هذا الوضع وضع مربك. الحكومة إذا أرادت أن تحل مشكلة المواصلات عليها أن توفر عربات حكومية، بصات تتبع للحكومة تستخدم في نقل المواطنين. أما تركها للقطاع الخاص فلن تستطيع أن تضبط إطلاقا. نعم، لكن الحكومة الآن تعاني من عدد من الأزمات، وقطاع المواصلات يحتاج إلى أموال طائلة، أولا لإصلاح البنية التحتية، ثانيا لتوفير الوقود بأسعار مناسبة لأصحاب المركبات العامة، وكذلك توفير مركبات ذات جودة عالية. صحيح. يعني نعم. يعني يمكن إذا الحكومة اقتصرت الوقود المدعوم للمواصلات، كل المواصلات بما فيها ترحال، بما فيها أمجاد، بما فيها الركشات، بالإضافة للحافلات، يكون البنزين التجاري ده فقط مخصص
للمواصلات. في هذه الحالة يمكن أن تضع تزعيرة، ولكن بشرط يعني أن تكون الالتزام بوفرة الوقود لكل المركبات. أي يكون نعم. موفر. بعد ذلك تكون عندها مراقبة في كل مواقف المواصلات، في المحطات الوسيطة مراقبة لصيقة جدا. نعم. ممكن تضبطها، ولكن في ظل الشح في الوقود المدعوم والصفوف الطويلة، يعني يمكن في ترفعات دي كان الوقود كان مدعوم ولكن كان معدوم. نعم. أصحاب الحافلات بيقول لك نحن بنبيت يومين يعني، فممكن التذكرة عمل لك بنفس التذكرة يعني، أنا يومين ما شغال. المسألة صعبة جدا، ويمكن الحكومة فشلت فيها كما فشلت الإنغاز سابقا في حل مشكلة المواصلات. نعم. بإضافة إلى هذه الإشكالات الحالية التي تعاني منها الدولة عموما، لا تعاني منها الحكومة فحسب، الشعب أيضا يعاني أضعاف ما تعانيه الحكومة. ملف عودة فيروس كورونا مرة أخرى، والحالات بلغت حتى الآن 147 حالة على مدار يومين كاملين، برأيك هل ستلجأ الحكومة إلى إغلاق إنسان؟ أنا بالنسبة لكورونا دي أنا يعني مندهش. يعني كورونا لم تعلن الحكومة إنها انتهت من السودان. لماذا طوال الفترة الفاتت لم نسمع تقارير عن كورونا؟ الشهور الماضية لم نسمع تقارير. هذه التقارير كانت تكتب باستمرار. هل هذه التقارير لها علاقة بالأزمات الآنية التي يعيش فيها المواطن السوداني؟ سؤال صعب. يعني أنا كورونا يعني إذا كانت استخدمت كوسيلة لحل لفك ضائقة الحكومة يمكن أن نسمع إقلاق، يمكن أن نسمع. ولكن في تقديري حسب متابعتي مع وزارة الصحة ولجنة الطوارئ، لا يوجد اتجاه حتى الآن لإغلاق الخرطوم حتى الآن. نعم. لكن كورونا أيضا عصفت بالمشهد السياسي، شهدنا إصابات لرئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي وعدد سواء كانوا مختلفين ومتفقين مع الحكومة. هو كورونا هي موجودة. نعم. هي موجودة وموجودة ده يعني نحن لا ننكر وجودها يعني، ولكن هل هي يعني سبب للإقلاق؟ هل هي سبب في حل مشاكل البلد؟ هل يمكن أن تدخل لحل مشاكل البلد؟ أيضا يمكن استخدامها في كل الأحوال. يعني هي موجودة وكثيرون ماتوا بكورونا وخاصة كبار السن وهي موجودة، ولكن استخدامها هو يعني يمكن أن تتحكم فيه. يعني أنا أستغرب لماذا الشهر الماضي مثلا لماذا لم يتحدثوا عن كورونا؟ يعني ببساطة أنها ليست لم تكن موجودة بهذه الكثرة حتى الآن. لا حتى التقارير تطلع، والله يا أخي أصيب واحد اثنين ثلاثة أربعة. نعم. يعني تحدثوا عن عدد الإصابات يعني، ولكن نعم. كان هنالك صمت رهيب يعني، حتى اعتقدنا أنه كورونا انتهت. هي لم تنتهي، هذه التقارير أصلا موجودة يعني. نعم. ولكن لماذا يعني الحديث عنها الآن؟ لأن نسبة الإصابات زادت ببساطة. طيب أنت قبل مزيد ما كانت تعمل يعني، أنت لما قبال ما تصل 147 أنت نعم. لما وصلت خمسة لو كان عندك إحصائيات ثلاثة أربعة خمسة عمل احتياطاتك، لكن لما تقول 147 بكرة ممكن تكون 300 يعني عادي جدا. نعم. الآن الحكومة تقول أنها وفرت عدد من مراكز العزل الجديدة لفيروس كورونا، وهنالك اتجاه لإغلاق بعض المؤسسات التعليمية أيضا. والله أشوف جامعة الخرطوم ممكن هددت بأنها قد تؤجل أو تعلق الدراسة الأسبوع الماضي، قالت لأنه بالنسبة لكورونا واشتراطات كورونا وأنه في حالات برضو في الجامعة وكذا، المدارس البيئة غير مهيئة. وجامعة الجزيرة أيضا أعلنت هنالك بعدد من الإصابات وسط العاملين والطلاب بالجامعة. نعم. الوضع غير مهيئ لأي دراسة يعني، ولا كان أساس ولا ثانوي ولا جامعة، ليس بسبب كورونا. الوضع الاقتصادي ايضا له تاثيرات. نعم. يعني المواصلات يعني ممكن الطالب الجامعي يكلف 700 جنيه في اليوم، يعني مساله صعبه جدا في ظل هذا الوضع. انا رايته اعتقد انه الوضع صعب جدا، لا يشجع على استمرار اي دراسه، بالرغم انه لم يحدث في تاريخ السودان ان تم تاجيل العام الدراسي. نعم. لم يحدث في تاريخ السودان. نعم. برايك ما الذي اصاب هذا الشعب السوداني؟ الازمات التي يندأ لها الجبين عصفت به من كل حدب وصوب
في توقيت محدد. ما الشعب السوداني إدارة سوء إدارة يعني، الحكومة الانتقالية لم تستطيع الإدارة يعني، صراعات حرية والتغيير، صراعات بين المكون العسكري والمدني، صراعات كثيرة جدا، حركات المسلحة تحتاج إلى أموال. أنا أخشى أن توظف أموال رفع الدعم عن الوقود لإنجاح اتفاق السلام، يعني هذا أموال ضخمة جدا ممكن تساعد في الخبز، تساعد في الوقود، ولكن إذا تم تحويله إلى اتفاق السلام ستظل الأوضاع كما هي، ستظل المعاناة يمكن تزداد أكثر وأكثر. نعم، أتمنى لا يحدث ذلك يعني. أيضا هنالك خبر يقول الطاقة 6 مليار برميل احتياط السودان من النفط، كيف تقرأ هذا الخبر؟ وكلام، أين هو هذا النفط؟ نتمنى انه والله خبر جيد يعني، يمكن ان نساعد اذا احتياطي اذا تم استخراجه، اذا حدث استقرار وتم استخراجه، خاصه سمعنا انه نفط الروات في 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 في, في النيل الابيض، يمكن في خبر انه في خلال اسبوعين انه سيتم انتاجه وكذا. نتمنى انه الاحتياطي هنالك 3 مليار احتياطي الحديد في السودان، واحتياطي كثير جدا، ولكن كيف نستطيع الاستفادة من هذا الاحتياط وإخراجه إلى السطح؟ نعم، نتمنى أن تزول هذه الصفوفة قريبا يعني. نعم، أيضا هنالك خبر يقول البيجا يطالبون بإيقاف جمعية الشحن والتفريغ ببورت السودان. نعم، كيف تقرأ هذا الخبر؟ والله يا أخي يعني يمكن جمعية الشحن والتفريغ راحت، كيف البيجا يطالبوا بإيقاف الجمعية؟ يعني الجمعية دي هي القائمين على أمره هم من البيجا يعني. نعم، لكن يرون أنها لم تحقق لهم كافة مطالبهم، وهم في الأيام الفائتة هددوا بالإضراب. وأنا لا أعتقد أنه كل البيجا يطالبون ب نعم هذا الخبر، وراه أهداف خافية، لأنه جمعية الشحن والتفريغ يمكن تجد قبول من البيجا، لأنه هي يعني تستمر وتعمل الآن في ظل عدم الحاجة إلى السواعد الشحن والتفريغ، في ظل الحداثة والكرينات وكذا، ممكن بيكون دورها ضعيف جدا، ولكون هي تستمر. وجمعية الشحن والتفريغ صارعت ولا في أحد الإنغاز صراع قوي جدا عشان تستمر، عشان تحقق فوائد للبجا ولقبائل الشرق. ما أعتقد أنه هذا الخبر يعني يخدم البجا. نعم، ايضا التوترات في ثغر السودان الحبيب كسل القضارف وصراع في دولة اثيوبيا والتجراي وموجة النزوح للاثيوبيين الى داخل ولاية القضارف بدأت الان، لكن الحكومة السودانية قامت حاجز لمنع دخول المسلحين وغيرهم الى الاراضي السودانية. برأيك كيف تؤثر هذه الصراعات في دولة اثيوبيا على السودان وعلى شرق السودان؟ بالتأكيد هو الأثيوبيين يدخلون السودان دون صراعات أو دون حرب في مناطقهم يعني. نعم. أما الآن في من السهل جدا أنهم يدخلوا، وخيرا فعلت الحكومة بإغلاق يعني الحدود في القضارف. نعم. والدول الولايات المتاخمة. نعم. لكسلة لأثيوبيا، لأنه الحرب ستستمر يعني، حسب حديث رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد، انه شان داخلي، و يعني التجراي وقوميه التجراي قوميه كبيره جدا ومؤثره، وهي عندها طموح انها يعني تستقل لحالها وتكون دوله، ومسار الحرب ستستمر. واعتقد انه سمعنا انه رئيس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك زي اجرى اتصالات مع أبي أحمد كوساطة، وأنه أبي أحمد رفضه كما جاء في بعض الصحف اليوم، وتدفق الأثيوبيين إلى السودان شيء متوقع. نعم، ونتمنى أنه المجتمع الدولي يعني تدخل في هذه المسألة لرعاية اللاجئين الأثيوبيين، لأن السودان اكتوى كثيرا ومن قصدية اللاجئين إلى أراضيه. أعتقد أن الحكومة السودانية عليها أن تتحسب لهذه الخطوة مبكرا لتوفير المأوى والمساعدة للاجئين الأثيوبيين في السودان. نعم، برأيك إلى أين يمضي هذا الملف؟ وذكرت أن أبي أحمد رفض الخطوة من رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك لعملية السلام، وهو أيضا
خطا خطوات في هذا الملف بقالة وزير عدد من المسؤولين، وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش. نعم، ستمضي إلى الحرب، ستكون هناك حرب يعني. الحكومة أعتقد أنه الحكومة الأسيوبية ستمضي في اتجاه الحرب لإخضاع الإقليم يعني، في النهاية لا مفر يعني. نعم، لكن الحكومة الإثيوبية في ذاتها لديها عدد من الإشكالات والمشاريع التنموية وملف سد النهضة أيضا يتداخل هنا، وحرب في إقليم التجراي. هل هذه الإشكالية لها بعد إقليمي أم هي صراع إثيوبي لن يؤثر على العلاقات؟ والله شوف، أصلا أي مثل هذه الحروب فيها يعني خفية إقليمية ودولية وغيرها يعني. نعم، وربما تكون هي سبب لشق أثيوبيا عن سد النهضة والمضي فيه وكذا، وهنالك دول قد تستفيد من هذه الحرب. عشان كده قلت لك هي حتستمر، لن تتوقف إلا بانتصار طرف على الآخر. أعتقد أنه الجيش الأثيوبي قادر على إخضاع إقليم تيجراي في الأيام القادمة، أعتقد ذلك. نعم، أيضا هنالك خبر ورد في عناوين الصحافة لهذا اليوم، هو العاملون بهيئة إذاعة وتلفزيون ولاية الجزيرة ينظمون وقفة احتجاجية رفضا للمحاصصة الحزبية. أي محاصصة حزبية؟ ماذا يقصدون بالمحاصصة الحزبية؟ أنا أستغرب من يعني الخبر، إذا قرأت لي متن الخبر يمكن أن أعلق، ولكن ليس هناك محاصصة. ماذا يقصدون بمحاصصة حزبية؟ نعم، أنا لا أفهم هذا المحاصصة الحزبية. نعم، أيضا صحة الخرطوم نعكف على مناقشة مشاكل العلاج المجاني وأدوية الطوارئ، ومشكلة الدواء متفاقمة جدا، هنالك ندرة في الأدوية المنقذة للحياة في السودان حتى الآن. وش ندرة في الأدوية المنقذة؟ ندرة في أدوية الملاريا. الملاريا دي مستوطنة في السودانيين، يعني كون تكون أدوية الملاريا ما في، أفتكر أنه دي يعني فشل ذريع للنظام الصحي في السودان. نعم، وما علموا انه ادويه الملاريا من الادويه الموقع عليها الحكومه بروتوكول انها تقسم مجاني، توزع مجاني في المراكز الصحيه والصيدليات الحكوميه، ولكن للاسف الشديد البحث عن دواء الملاريا يعني مضن جدا ومرهق. افتكر انه ادويه الملاريا في السابق كان بيوفرها صندوق الإمدادات الطبية، كان بيقوم بتوصيل للمراكز الصحية وفي الأحياء وفي الأطراف وكذا. الآن هي تحولت، الإمدادات الصحية بدأ يعني يقوم بتوصيل لوزارة الصحة. ما عرفت مؤخرا أنه وزارة الصحة تفتقد إلى الآليات والعربات التي تستطيع نقل الأدوية إلى المراكز الصحية والمستشفيات. لكن عموما أنه دواء ملاريا ما في، دي فضيحة أنا أفتكر للنظام الصحي في السودان، لأنه الملاريا دي هي ساكنة معانا، خاصة انه الخريف خلف يعني مشاكل كثيرة من ضمنها توالد البعوض الناقل الملاريا وغيرها، مسائل اساسية ويعني فعلا المفروض يعني تعمل اجتماعات لوضع حلول. نعم، لحل اشكالية الدواء في السودان. نعم، كذلك ايضا هنالك اجتماع بجوبا يؤمن على تسريع ترسيم الحدود بين السودان ودولة جنوب السودان. نعم، من المهم انه تترسم الحدود بين السودان وجنوب السودان، انه اعتقد انه المناخ مواتي، علاقات متميزه جدا بين السودان ودوله جنوب السودان، استثمروا هذه العلاقه الطيبه في حل كل القضايا العالقه. نعم، ومن ضمنها مساله ترسيم الحدود. نعم، ايضا الخبر الاخير لهذا اليوم هو تحذيرات من المخاطر تجاه الامن الغذائي بالبلاد. الموسم الزراعي السابق كان فيه مشاكل كثيرة، مشاكل في الري، مشاكل في التقاوي، مشاكل كثيرة. الآن في ظل الارتفاع الكبير في مدخلات الزراعة نتوقع أنه إنتاج ضعيف في هذا الموسم. نعم، وهذا بالطبع يؤثر في المتوفر من الحبوب يعني في هذا الموسم، وهذه مسألة صعبة جدا. ونسأل الله أنه يعني
ربنا يسهل ويرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وتتدفق الأموال المليارات التي وعد بها المانحون مليار و300 مليون يمكن تساعد قليلا في حل قليل من المشاكل السودانية الضخمة. نعم نتمنى ذلك. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الصحفي محي الدين شجر رئيس تحرير صحيفة نادوس الإلكترونية. شكرا جزيلا أستاذ محي الدين. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. المشاهدين الأعزاء لفضائية أم درمان كان هذا ما لدينا من خبز المطابع لأبرز عناوين الصحافة السياسية الصادرة بالعاصمة السودانية الخرطوم. كنا معكم تحليلا وقراءة للمشهد الإخباري. شكرا جزيلا.